أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله تعالى نبدأ حلقة جديدة من برنامج الإعجاز الطبي. النهاردة في حلقتنا في برنامج الإعجاز الطبي هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهنناقش موضوع مهم جدا ألا وهو الإعجاز الطبي لثمرة التمر. ثمرة التمر ثمرة بيكون ليها فوائد طبية هائلة جدا، بتعود على أثرها بالفوائد الكثيرة والغنية لكل شخص بيتناولها بشكل مستمر، وأيضا لها فوائد طبية دينية ذكرت كثيرا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح بتمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. خلينا نعرف أكتر ونتكلم أكتر عن فوائد ثمرة التمر الغنية بفوائد طبية بديلة عن أي مستحضرات طبية، فائدة طبيعية من صنع الله. خلينا نعرفها أكتر من خلال ضيف حلقتنا الدكتور محمد عطية أحمد، ماجستير العلاج الطبيعي وتغذية العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور محمد. يا أهلا وسهلا. هنتكلم النهاردة يا دكتور عن ثمرة التمر وفوائد الغنية ثمرة التمر، لكن خلينا ننوه للسادة المشاهدين عن سؤال حلقتنا النهاردة: ماذا تعرف عن فائدة التمر لجسمك؟ سؤال حلقتنا للسادة المشاهدين اللي بيشاركونا في حلقتنا النهاردة: ماذا تعرف عن فائدة التمر لجسمك؟ لو في أي اتصال أو أسئلة أو استفسار يرجى الاتصال على الأرقام الموضحة أسفل الشاشة. نبدأ النهاردة يا دكتور محمد ونبدأ بالفوائد الطبية أو الإعجاز الطبي لثمرة التمر. ثمرة التمر ثمرة غنية بالفوائد الطبية اللي بتعود بالنفع بالفعل على الإنسان أو على كل شخص بيتناولها بشكل مستمر. طبعا ذكرت في الأحاديث وطبعا أجريت عليها أبحاث كثيرة. خلينا نبدأ بالإعجاز الطبي ليها ونقول إن كيف لثمرة التمر أن تفيد مصابي فقر الدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة التمر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وصى عليه في أكثر من حديث، وقال أول حاجة: من تصبح بسبع تمرات لم تصبه مس ولا حسد ولا إيه ولا حسد ولا تصبه ولا حسد ولا طبعا الحسد والسحر حسد ولا سحر، جميع الاعمال للاسف. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه عليكم لما يجي يفطر بيفطر بايه؟ بتمر. ماشي. التمر اول حاجه في مليء جدا بالاملاح المعدنيه والفيتامينات، والتمر موجود. هو التمر فيه له انواع كتير، يعني كلها فئه انواع كتير للتمر، بس هو كله بيشترك فيه جميع الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي فيه. الفيتامينات والاملاح المعدنيه اللي فيه بتفيد كتير جدا في المجال الطب عندنا. مثلا احنا اول حاجه مثلا في مجال زي فقر الدم مثلا، التمر بيحتوي مثلا على الحديد، فده بيقي، يعني لو واحد خد تمر مثلا بكميات معقوله مثلا بيقي مثلا من الاصابه بفقر الدم. التمر برضو ممكن بيحتوي على حاجات كتير برضو جدا، زي فيتامينات، زي فيتامين اي، وده بيفيد مثلا مرضى بيفيد مرضى بيقوي البصر وبيحمي العشاء الليلي. التمر برضو موجود، برضو موجود برضو في بعض من مكوناته برضو ان هو ايه قلوي، يعني في بعض المواد القلويه فيه، فده بيعادل حمضيه الدم، فما بيعادل حمضيه الدم بيحمي برضو من مشاكل الدم اللي ممكن تحصل، او الامراض اللي تيجي تسبب الدم بسبب مثلا الايه، ممكن يعمل مثلا من نقرس، او ممكن يعمل مثلا امراض كتير مثلا بسبب حموض الدم لما تكون زائده. ماشي. تمام. في برضه ايه، يعني احنا برضه اما نيجي برضه نشوف التمر مثلا بعض فوائده، برضه فوائده كتير جدا، بيحتوي على حاجات كتير جدا. مثلا يعني هو ممكن التمر مثلا بيقي مثلا من مثلا ايه تصلب الشرايين، لان هو بيحتوي مثلا على مواد زي مواد البكتين. بيحمي مثلا من تسوس الاسنان، ان هو فيه مواد زي ماده الفلور. وخاصه يا دكتور محمد، يعني تصلب الشرايين ده يمكن مرض شائع جدا في مجتمعنا المصري، وبيصيب شريحه كبيره جدا من النساء والرجال حتى الاطفال، وده بينعكس بسبب الوجبات السريعه طبعا، وتناول الوجبات السريعه. ودلوقتي الناس كلها او العالم كله اصبح بيبحث عن الوجبات الغذائيه ذات قيمه غذائيه، وللاسف دلوقتي يعني الناس كلها بتاكل وجبات سريعه، ولكن بيتغفلوا او بيتناسوا تماما الفوائد الطبيه للتمر او غيره من الثمرات المغذيه. يعني احنا مثلا بنقول ان التمر بيفيد، بيكافح التراخي والكسل ومنظف للكبد، يعني فوائد كثيرة اتكلمنا عليها يا دكتور بشكل مفصل.
الرسول عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال بيت ليس فيه تمر جيعان اهله. ليه؟ لان التمر فيه كميه من الفوائد اللي بتخليه ممكن يكون بحاله كده وجبه كويسه، بس هو برضو ما نقدرش نعتمد عليه كليا، لان هو ايه؟ هو فيه كافه الاملاح المعدنيه والفيتامينات وفي كل حاجه، بس احنا ايه؟ مش لازم يعني. هو ايه؟ يعني احنا ممكن الوجبه دي توازي اللحوم مثلا ويمكن اضعاف الاسماك، بس هو فقير شويه بالايه؟ بالدهون. ودي حاجه كويسه ان هو ما بيزودش الوزن ولا كده، بس فيه سكريات عاليه. فاحنا برضو احنا ما ننصحش مثلا مشاهدين مثلا ان هم لما ياخدوه. لمرضى السكر يعني احنا برضو يعني يمكن في مرضى السكر مثلا بيتابعونا، هل يا دكتور بينفع يعني نسمح لهم ان هم يتناولوا التمر ولا؟ حق مرضى السكر اللي ممكن ياخدوه بس ايه؟ بكميات مثلا قليله. يعني احنا ممكن مثلا لو على الافطار مثلا خدوا مثلا ايه؟ حوالي 7 حبايات دول على الافطار مثلا، وتكون بس طول اليوم بس ما ياخدوش غير كده في التمر ده، ما فيش مشكله. لان التمر بصفه عامه ايه؟ لو احنا جينا نشوف مثلا ايه؟ هو لو بالنسبه حتى في النساء الحوامل وبتاع، هو بيفيد جدا فيهم. بس المشكله في ايه؟ المشكله ان احنا لو خدنا منه كميه بيزود السكر في الدم، هو بينعكس بدل ما يبقى ايجابي يبقى سلبي. ايوه، لان هو ايه؟ خير امور الوسط. فالرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ او كنت سامع دكتور محمد ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى باكل التمر بالعدد الفردي وليس العدد مظبوط. الزوجي، هو سبحان الله الاعجاز الاعجاز في العلمي اعجاز علمي. يا ريت الاعجاز توضح العلمي لنا يا دكتور. سبحان الله سبحان الله عز وجل. يعني الاعجاز العلمي في القران كله، فحتى في الرقم 7 بالذات، يعني ان 7 تمرات والسماوات السبع 7 أيام. والارضين السبع. فسبحان الله سبحان الملك. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما وصانا بتاع ب7 تمرات، سبحان الله سبحان الله. يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله فعلا، من واحد فعلا لما ياخد 7 تمرات ويصطبح بهم مثلا 7 تمرات على الريق مثلا، ان شاء الله مش هتصيبه اي حاجه خالص. وبرده لا هيضره، سواء لا كان مريض سكر ولا بتاع، مش هيضره خالص باذن الله باذن الله. تمام. خلينا نعرف يا دكتور برضو الاعجاز الطبي لثمره التمر، في ازاي ان هو بينظف الكبد او بيغسل الكبد. طبعا هو ما اكثر الاوبئه المنتشره لفيروس الكبد سي. وطبعا اول حاجه ال 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 التمر اول حاجه موجود فيه نسبه عاليه جدا من البوتاسيوم، ماشي؟ فما النسبه العاليه من البوتاسيوم ده بيعمل على خفض نسبه الصوديوم، ويحاول برضه بيعمل ايه؟ بيسبب من بيبقى برضه من الحاجات اللي هي بتبقى مضره للبول، ماشي؟ ده برضو ده هيساعد شويه ان هو بينظف بيساعد ان هو تخليص السموم بتاعت الكبد، ويساعد برضو في تخليص برضو الكلى، فهو من الحاجات المضرات اصلا البول، وبيخلص سموم الكبد. فاحنا بصراحه يعني احنا بصراحه هو اخذ التمر بكميات معقوله كل يوم، هو بصراحه امر مش هيفرق مع كل واحد، بس فعلا هيفيده صحيا جامد، هيحافظ على صحته، يمكن يا دكتور هتحميه حتى من امراض، خاصه مع كتر الفتره اللي احنا فيها دي، انتشار الوجبات الجاهزه فعلا وشرب الشاي والحاجات دي. فوجود التمر مثلا هيساعدنا كتير جدا ان احنا نحافظ على صحتنا، وما يحصلش معانا مشاكل كتير بسبب الوجبات الجاهزه. يمكن يا دكتور يعني كثيرا من الاشخاص يعني بيتناسوا او ما عندهمش الوعي الكافي لمدى اهميه ثمره التمر على حياتنا بشكل عام. يعني اهميه التمر ثمره غنيه بالفيتامينات وبالمعادن. يعني خلينا ننوه برضو للساده المشاهدين عن سؤال حلقتنا النهارده، ونقول ماذا تعرف عن فائده التمر لجسمك؟ يا ريت الساده المشاهدين اللي دايما مواظبين على تناول ثمره التمر يتصلوا بنا ويشاركونا في حلقتنا النهارده او في برنامجنا النهارده عن الاعجاز الطبي للتمر، عشان خاطر الاشخاص التانيين او مشاهدينا التانيين يعرفوا قد ايه ثمره التمر ثمره غنيه. صح كده يا دكتور محمد؟ خلينا طب نقول ان ثمره التمر ايضا مفيده لمكافحه الامساك. طبعا الامساك طبعا بسبب يعني بيحدث كثيرا يعني لاي حد مننا، لانه مثلا ما بيمضغش الاكل بشكل مستمر، او بسبب يعني الطرق الخاطئه لتناول الطعام فبيحصل عنده امساك. فازاي ان ثمره التمر دي يا دكتور بتكافح الامساك ده؟ اول حاجه التمر في كميه من الاملاح المعدنيه، وفي كميه هائله من الالياف، ماشي؟ فده احنا يعني ده اوريدي بتساعد كتير جدا في ان احنا ايه؟ بتسهل حركه الامعاء والقولون وكده. ومع ذلك برضو احنا ممكن نوصفه في حاجات معينه مثلا لحالات الامساك، بنقول مثلا الناس ممكن يحطوا مثلا منقوع البلح او التمر، يسيبوه مثلا ينقعوه في ميه طول يوم كامل مثلا، لغايه مثلا من بالليل لتاني يوم، وبعد كده يشربوه، هيكون غني بماده اسمها السيلولوز، ده هتساعد كتير جدا في حالات الامساك. ايهما افضل يا دكتور؟ يعني طريقه تناول التمر ايهما افضل؟ بيبقى منقوع ولا ان هو يتاكل بشكل مباشر؟ لا، هو بص، هو احنا طبعا ولا بتختلف حسب مثلا؟ هو احنا لو احنا خدناه بشكل مباشر ده افضل بكتير، بس احنا لما نقعه كده
يعني يعني نقع التمر تمام. بالمياه هتطلع هتفرز منه مواد تانية زي السلوز وحاجات كده، هي هتخلينا نخش في نركز على حاجات معينة زي بتفيد، يعني مثلا انها بتفيد بتفيد في لحاجات حاجات تانية تانية زي ايه مثلا كده يا دكتور؟ زي مثلا الامساك مثلا، ماشي؟ لان في مثلا احنا من التمر بصفة عامة، مش التمر بتاكل بس، احنا فوائد التمر حتى في بذر التمر، النواة بتاع التمر، النواة بتاع التمر دي بتستخدم استخدامات عظيمة جدا. يعني نواة التمر بيمسكوها بيطحنوها ويحرقوها، ويجوا بالطحن بتاع نواة التمر دون والحرق بتاعه دون، بيستخدموه حتى في ايه، بيستخدموه مثلا للستات اللي حوالين مثلا مكان مثلا يعني ايه كشرب مثلا، كشرب قهوه مثلا، مكان ما فيهوش كافيين، بيستخدموه مثلا في انبات مثلا شعر الحواجب والرموش والعين، ده فوائد طبية بيستخدموه في برضه اخرى. الكحل، بيستخدموه في انبات، يعني بحاجات استخدامات حتى في التجميل. فهو ما شاء الله يعني يعني اداة برضو، اداة من ادوات التجميل برضو، يعني سبحان الله، يعني سبحان الله. فوائدها كثيرة جدا. حتى في النواة التمر ما وايضا يا استخدمهاش دكتور كده. يعني بيستخدم للنساء الحوامل، يعني بعد الحمل بيعمل على وقف النزيف بعد الحمل بشكل سريع جدا، سبحان الله، يعني اسرع من اي مستحضر طبي، او اسرع من اي اداة اخرى. هو ربنا عز وجل بيقول في لما قال للسيدة مريم بنت عمران، قال وهزي اليك بجذع النخلة لتساقط عليك رطبا رطبا غنيا. غنيا رطب جنيه. فربنا عز وجل اما نيجي نشوف الحكمه من وجود التمر، والحكمه من اما نشوف التمر بيعمل ايه مع الست الحامل، خاصه في اخر 3 شهور. في اخر 3 شهور التمر فيه مواد بتشبه مواد الاكسيوتوسين. الاكسيوتوسين دي ماده بتنظم الطلق بتاع الحامل، فيفضل ان احنا نستخدم ما ناخدش منه بكثره الا في اخر ثلاث ايه ثلاث شهور مثلا من الحمل. هينظم الطلق، هيساعد في وقت الولاده ان هو ايه بيتسع عنق الرحم، هيساعد ان هو ايه بينظم عمليه حتى الاوعيه الدمويه، ماشي؟ بعد حتى بعد الولاده كمان بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه، ويعمل كمان ايه يوقف شويه نزيف الدم اللي بيبقى موجود. فسبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، يعني ان هو له 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 عامل كبير جدا حتى في ايه في الحمل. فلان هو اوريدي الاكسيتوسين دون من الهرمونات اللي هو بتفرز اوريدي من الغده اللي في الجسم. فهو سبحان الله حاجه طبيعيه بتساعد كمان ان هي ايه بتنظم عمليه الطلق، ومن غير اي مواد صناعيه ولا اي حاجه. فسبحان الله، غير الفوائد الكبيره اللي فيه، غير ان هو اصلا برضو بيساعد على ان هو في مواد بيعمل انقباض للالياف العضليه اللي حوالين ثدي المراه، فيقوم يعمل ادرار للبن. فسبحان الملك، سبحان سبحان الملك الله. اللي هو جاب لنا حاجه طبيعيه بتخلينا نعمل للمراه، وحتى بتفيدها في 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 اخر شهور الحمل. وما فاحنا برضو بن 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 بننصح جميع المشاهدين ان سيدات برضو جميع السيدات بتاعنا بلاش اول فتره في الحمل، ان هو ممكن ايه يعمل زي طلق مبكر او كده. فاحنا لو اخر 3 شهور في الحمل بيبقى جميل جدا جدا جدا، وهيساعدهم جدا. وهو بصفه عامه حتى للرجال له فوائد كتيره جدا. يعني هو ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، ماشي؟ هو بس يعني في بعض، احنا عندنا مثلا في بعض الوجبات اما نيجي مثلا ندي بس ايه وجبه متكامله، ممكن ندي مثلا 7 تمرات مع كوب من اللبن، دي تعتبر وجبه يعني غذائيه غذائيه كامله متكامله وصل عليها الرسول فيها صلى الله عليه وسلم. على الورث على الرسول سبحان عليه الله. الصلاه اعزائي المشاهدين، يمكن يعني ثمره بسيطه صغيره سبحان الله من صنع الله، يعني تكفي للوقايه من جميع الامراض، ووقايه وجميع الفوائد بدون اي مستحضرات طبيه، او بدون اي مثلا وجبات غذائيه مصنعه، سبحان الله. وايضا يا دكتور يعني للسمر اعجاز طبي هائل في تهدئه الاعصاب، وبيحارب القلق والتوتر، يعني ما اصعب الظروف الاجتماعيه دلوقتي، وطبعا ضغوط الحياه وضغوط العمل وضغوط يعني الحياه بشكل عام، ما احوج لنا دلوقتي الى مهدئات طبيعيه. هو التمر طبعا فيه مليان او غني بفيتامين ألف وب وبالفوسفور. ففيتامين ألف وب وفوسفور بيساعد ان هو مهدئ الاعصاب، وبعد ما يهدي يعني هو بيهدئ الاعصاب قوي جدا. وبعد كده برضو ايه بيعمل ان هو في بعض المواد التانية زي ماده الكلور اللي بتعالج ضيق التنفس وتقلص الاوعيه الدمويه، وبتعالج مرض الاسكربوت. فهو سبحان الله، وبرضه بيحتوي على فيتامين سي اللي هو برضه بيعالج بعض امراض اللثه وضعف الاوعيه الدمويه. فسبحان الله، سبحان الله، الله هو في يعني كميه من المواد والفيتامينات المفيده لجسم الانسان
اللي هو لو الواحد تحافظ بس ان هو ياخد كل يوم السبع تمرات دول باذن الله باذن الله هيحمي نفسه من امراض كتير طبعا يا جدا دكتور جدا. محمد، يمكن يعني في تجارب هائله مش بس في مجتمعنا العربي، لا ده في المجتمع الغربي، على ثمره التمر، واثبتوا فعلا مدى صحه الفوائد الغنيه اللي بتعود من وراء ثمره التمر. وايضا يا دكتور في فائده اخرى، هو غني بالفسفور اللي بيزيد من حيويه الدماغ والنشاط الجنسي عند الرجال خاصه. دي بقى دي نقطه مهمه قوي جدا للرجال، خلينا نتكلم فيها ونقول لهم يعني في رب سبحان الله ربنا خالق لنا موارد طبيعيه، ثمرات طبيعيه، يعني ممكن نحن نستخدمها ونتجنب تماما الحاجات المصنعه اللي بتعود علينا بالضرر، مش بس بتفيدنا لا ده هي اصلا بتعود للضرر واثرها بالضرر. خلينا نتكلم ازاي يا دكتور الاعجاز الطبي للتمر ان هو بيزيد من حيويه الدماغ والنشاط الجنسي عند الرجال. اول حاجه التمر غني جدا جدا بالفوسفور. الفوسفور بصفه عامه بيبقى مفيد جدا في حالات كتير، زي مثلا ان هو بيعالج مثلا ايه مع الكالسيوم، بيعالج مثلا الكساح، بيعالج مثلا لين العظام، بيفيد مثلا للرجال مثلا ان هو منشط شويه للدوره، ده منشط الجنسي شويه. هل يا دكتور يعني بالنسبه لي للرجال، هل يا دكتور بينصح يعني تناوله بشكل مباشر، ولا بيكون معاه مثلا مشروبات اخرى او بيضاف او بيستخدم بطريقه اخرى عشان يكون يعني منشط جنسي للرجال بشكل هو يعني بصفة كامل او بشكل عام؟ هو بصفه عامه هو بيعتبر منشط يعني بزياده، بيزيد خصوبه الرجال. ماشي. احنا طبعا لو اي حد عنده مشاكل او امراض معينه احنا بننصحه بجانب الايه الادويه اللي بياخدها، لكن ما نقدرش ننصحه اللي هو ياخده لوحده. هو الفوسفور ماده من المواد المهمه جدا لجسم الانسان، بيساعد كتير جدا في موضوع الحفاظ على صحه الانسان، واللي هو بينشط تنشطه كويسه جدا في موضوع التنشطه الجنسيه، وبينشط بينشط مع الـ مع الـ مع المواد التانية، مثلا بيحافظ على صحه العظام. احنا بننصحه برضه مع الادويه، يعني ما نقدرش نقول له مثلا بطل ادويه، لان بصفه عامه الوجبات بصفه عامه بتبقى علاج مكمل للادويه. لو في واحد عنده مشكله او مرض معين، الوجبات بصفه عامه الغذائيه السليمه بتبقى تقريبا بنسبه 30 او 40% من العلاج تقريبا. طبعا الغذاء بيدخل بالفعل في او ليه عامل مهم جدا في عملية الشفاء، خاصة لما يكون غذاء طبيعي فيه مواد غذائية قيمة وغني بالفيتامينات والألياف الطبيعية، مش المواد الغذائية أو الوجبات الغذائية اللي احنا ايه عارفين عنها وبنسمع عنها. طبعا يعني هو بصفة عامة احنا ايه احنا في ما يكون في مرض تمام. بنحاول يمكن احنا دلوقتي ندي الأدوية. تمام، معانا اتصال دلوقتي من دكتور عبد العزيز. دكتور عبد العزيز السلام عليكم. دكتور عبد العزيز السلام عليكم، حضرتك معانا يا دكتور؟ دكتور عبد العزيز السلام عليكم. نرجو معاده اتصال دكتور عبد العزيز لو في اي استفسار او اسئله او مشاركه في برنامجنا النهارده. نرجع للحديث يا دكتور محمد ونتكلم عن الاعجاز الطبي للتمر في 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 فوسفور، في الغني بالفوسفور الذي يزيد من حيويه الدماغ والنشاط الجنسي. التمر في كميه كبيره جدا من الفوسفور ومن الاملاح ومن يعني اللي بتخلينا اصلا ايه يعني انا ممكن نعتمد عليه، بس مش بشكل اساسي. انا اعتمد ان هو ايه، ان هو على المدى البعيد ان هو هيحسن من خصوبه الرجال، او ممكن يحسن يعني من النشاط، يعني نعتمد عليه بشكل مستمر. يعني احنا نتناول بشكل مؤقت او مش بشكل لحظي او بشكل سريع، لا على المدى البعيد شويه. دكتور محمد، طبعا هو في انواع من التمر، يعني في التمر الاصفر صح، وفي اللي هو الرطب اللي هو بيبقى طري جدا ده، وفي الاحمر. هل يا دكتور بيختلف يعني كل واحد في قيمته الغذائيه، ولا هو الانواع انواع التمر كتير جدا، الرطب والحصبي والقيع والقيع فالانواع التمر دي كلها تقريبا ايه يعني السكريات اللي فيها تقريبا معظمهم بيبقى فيها معظمها سكريات الاحاديه اللي هو الفركتوز والجلوكوز، وبعضها بيبقى فيه كمان سكريات اللي هو الثنائيه والسكريات اللي هي السكروز. تقريبا كلها تقريبا فيها نفس الـ او قريبا جدا بعض من نفس المواد والفايده بتاعتها.
عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام السلام. كان ايه اوصانا كمان بفائده التمر ده، في ان احنا المولود الجديد ان احنا نعمل له ايه زي تحنيك للطفل. تحنيك الطفل ده هيفيد بايه؟ ان الطفل اول ما بيتولد حتى بيبقى عنده مستوى السكر في الدم، اللي هو لو احنا قلنا مستوى السكر في الدم عند الانسان الطبيعي حوالي مثلا من 70 ل 120، ما هو من 28 ده مستوى سكر طبيعي. اما المولود لما يجي يتولد بيبقى مستوى السكر في الدم بحوالي من 20 ل 30. فلما نيجي من 20 ل 30 طبعا ولو كان كمان وزنه اقل من الوزن الطبيعي شويه، لو الخدج او كده مثلا يعني وزنه 2.5 مثلا كيلو او حاجه، فبيبقى اقل كمان من النسبه دي. فطبعا دي لما يتولد طفل وبتاع بالنسب دي او يكون اقل من كده ممكن تعرضه لمشاكل كتير. طبعا مثلا ان هو ممكن يحصل له ازرقان، ويحصل له ان هو اصلا بيرفض اللي هو الرضاعه ودي التوتر ما اكثرها حاليا يا دكتور، يعني ويخش في مشاكل كتير نقص السكر دي. فاحنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لما اول ما يولد الطفل بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام حتى كمان قال ايه؟ قال ان احنا بنمضغ التمره. ليه؟ حتى مضغ التمر الرسول عليه الصلاه والسلام لما قالها بيبقى حتى فايده، لان هو بيحول مضغ التمر بيحول السكريات اللي هي مش الاحاديه، اللي هي زي السكروز بيحولها الاحاديه، لانه لما يتخلط باللعاب بيتحول من السكريه للاحاديه، فنديها للطفل فتكون سهل الامتصاص للطفل، فبيقوم يرفع مستوى السكر عند الطفل تخليه ايه مستوى الطبيعي. سبحان الله، يعني فوائد كثيره جدا. خلينا بقى نتكلم يا دكتور في جزء مهم جدا من فوائد الاعجاز الطبي لثمرة التمر، لكن احنا هنتكلم في اعجاز بقى ديني، يعني في اعجاز ديني لثمرة التمر، ونقول ان ثمرة التمر بتحمي من السحر والسموم وخاصة السحر. ازاي دكتور ثمرة التمر بتقي او بتحمي الانسان من اصابته مثلا بالسحر او الحسد، او مثلا حد عمل له السحر؟ طبعا كل ده مذكور في القرآن وكل ده يعني ما اكثره، وفي ناس طبعا بتشتكي، وفي ناس بتروح وبتسافر وبتروح للشيوخ وبتيجي وبتروح يعني بتبحث عن حلول. ازاي بقى ان ثمره التمر ده يا دكتور بتفيد او بتحمي من السحر، وازاي بتطرد السموم؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، هو الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث النبوي الشريف اللي بيقول من تصبح بسبع تمرات لم يصبه في يومه سحر ولا سم. الرسول عليه الصلاه والسلام يمكن احنا معانا دلوقتي اتصال من عفوا يا دكتور، معانا اتصال دلوقتي من الاستاذ زغلول. استاذ زغلول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ زغلول. ازيك يا استاذ زياد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل يا فندم. ممكن بعد اذن حضرتك اسال الدكتور سؤال؟ اتفضل يا فندم. هو بالنسبه يا دكتور البلح، هو اللي في بلح محمص وفي بلح اللي هو عليه خل، حضرتك دي الحاجات دي بتفقد القيمه الغذائيه بتاعته؟ سؤال مهم جدا يا استاذ زغلول، بشكرك جدا. واي سؤال، اي استفسار اخر؟ شكرا يا استاذ زغلول، يمكن سؤال مهم جدا، شكرا على الاتصال. سؤال مهم جدا يا دكتور، ازاي يعني هل لو التمر بيضاف عليه بعض المواد المصنعه بيفقد قيمته او بيظل قيمته زي ما هي؟ هو التمر زي مواد كتير اما نيجي نعمل له معالجه حراريه مثلا بالتسخين او بالنار او كون بيفرز مواد تانية ممكن تكون مفيده لينا، زي مثلا لما نيجي مثلا ايه نعمله مثلا تسخين على النار مثلا بيفرز مواد معينه مثلا تستخدم مثلا ايه بيركز لنا فيها املاح مثلا معينه، بيركز لنا في فيتامينات معينه بتساعد في علاج امراض كتير. فاحنا بصفه عامه هو احنا لو خدنا التمر زي ما هو بيبقى ده افضل حاجه، بس احنا لو خلطناه بمواد تانية معينه مش هيحصل له حاجه ولا بتاع، بس احنا لو اتعامل حراريا ده اللي ممكن يفرز مواد تانية هنستخدمها في علاج. يعني لو يعني التمر يا دكتور تناول او استخدم بطريقه يعني مثلا حراريه او كده ما بيفقدش قيمته؟ لا ما بيفقدش قيمته، هو القيمه بتظل كما هي، بس بيفرز كمان ايه يعني بيبقى فيه كمان ايه بعض المواد اللي بيعمل لها تغيير او تحول وبتاع، فبينتج لها مواد تانية كمان بتساعد كمان في علاج بعض الامراض. فده حتى من سبحان الله من يعني رغم برضه حتى يعني حتى استخدامه حراريا او استخدامه بالشكل غير طبيعي بيظل قيمه القيمه الغذائيه دي. سبحان الله التمر من الحاجات اللي هو اللي لها عمر طويل ما مش بتبوظ، يعني ممكن تمر يقعد سنه ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما لا لا لا, لا يعفن ولا يضرب بدون ولا استخدام مواد حافظه. سبحان الله، من صنع ربنا عز وجل. نتكلم يا دكتور في النقطه المهمه قبل الاتصال،
ونقول ان ازاي التمر بيقي من السحر والسموم. التمر بصفة عامة في مواد كبيرة جدا اما الواحد ياخدها سواء تمرات على الريق بتحمي الجهاز الهضمي كله من ايه؟ يعني في بكتيريا طبيعية في القولون، وفي بكتيريا طبيعية في الفم، وفي فالإنسان لما ياخد 7 طماطم على الصبح على الريق كل يوم فدايما بتفاعل مع البتاع دي، فبتعمل له يعني بتحميه جدا من اي سم او اي حاجه. كمان احنا دلوقتي معانا صوره يا دكتور اهو. دي بعض انواع التمر اللي هو الخلاص والصقعي والعجوه والخضري والسكري. يعني هو التمر يعني بعض الانواع دي هنلاقي فيها سكريات احاديه فقط، وبعضها يبقى فيها سكريات احاديه وسكريات اللي هي ايه الثنائيه والثلاثيه، لكن هو بيشمل معظمه في نفس القيم الغذائيه اللي موجود في بقيه التمر. يمكن يا دكتور يعني هل بتفرق يعني نوع السكريات في كل نوع من التمر بتفرق؟ مثلا لو مثلا الشخص مصاب بمرض معين، مثلا مرضى السكر مثلا، بننصحهم ايه مثلا يا دكتور بتناول يعني اي من الانواع بننصحهم بتناول السمر؟ لا هو بصفه التمر عامه بصفه عامه للي عندهم لين كساح او هزال او هزال بصفه عامه، اللي عندهم هزال هو التمر بيفيد لهم ان هو سهل الهضم، سهل الامتصاص، ما بيحتاجش هضم، ما بيحتاجش بتاع، فبيكون التمر بصفه عامه ليهم كويس. هو اوريدي كده كده محتاج موجود في مكوناته السكريات اللي هي الاحاديه، فهو السكريات الثانيه اللي هي الثنائيه او السكريات دي اوريدي موجوده برضو، بس هي بتبقى بكميات اقل شويه. فاحنا كده كده في يعني هو حتى لو اتاخد في الحالات الهزال وكده هيبقى مفيد جدا لهم، لان هو سهل الامتصاص، سهل الجسم بيمتصه، حتى في الاطفال، حتى في الاطفال بيبقى من المواد الكويسه جدا الاطفال، لان هم بيبقى عندهم كمان ايه يعني، حتى لما نشوف حتى في الصوره الثانيه ده يمكن احنا معانا صوره دلوقتي صوره الفركتوز والجلوكوز بتاع كل انواع التمر بكل هنلاقي في كل انواع التمر مكتوب فيها موجود فيها الفركتوز والجلوكوز بنسب معينه. السكروز هو الموجود في انواع معينه بس، دي اللي هي السكروز دي اللي هو الايه اللي هي الاحادي، الفركتوز والجلوكوز دي احاديه الجزيء، السكروز هو دي اللي هي ثنائيه وثلاثيه الجزيء. لكن التمر بصفه عامه كل انواعه تقريبا المواد الغذائيه والقيمه بتاعته هي احنا بس ايه بنوع بس ان التمر بصفه عامه ايه هو الافضل ان هو يتاخد زي ما هو، بس برضه ايه بوسط، لا احنا نزيد منه عشان ما يزودش السكر في الدم وما يزودش نسبه السكر، احنا ناخده بوسط، يعني لو 7 تمرات على الصبح كويس او عدد فردي بشكل عام يعني. لا مش موضوع مش عدد فردي لا هو بصفه عامه ما نزودش على 7 تمرات احنا تمرات. يعني هو احنا حسب بقى، لو احنا في ناس معينه مثلا عندها مثلا نحافه ممكن نزوده شويه، لكن اللي ما عندوش نحافه لا يفضل بلاش. تمام، نتكلم يا دكتور في النقطه المهمه ازاي ان ثمره التمر بتقي من السحر والسموم. ثمره التمر فيها مواد غنيه جدا، معظمها بتساعد الجهاز الهضمي، بتساعد الجهاز الهضمي ان هو ايه؟ ان هو بتحميه من اي السموم. السموم بصفه عامه بتبقى جايه في الاطعمه، فاحنا لما ناخد حاجه مثلا زي حاجه على الريق مثلا 7 تمرات فديا بتحملنا الجهاز الهضمي كله، الامعاء الدقيقه، الامعاء الغليظه، حتى القولون وحتى البكتيريا وحاجات من القولون. فاحنا المواد اللي فيه ديا يعني اما ناخد 7 تمرات باستمرار كل يوم هتحمينا جدا من موضوع زي السموم. يعني هو بتيجي مع الاستمرار، يعني مع كثره التناول او استمرار التناول. استمرار وبرده ايه يعني خدنا ان هو يعني هو التاثير بتاعه ما بيستمرش، ده هو احنا بناخده النهارده بيفضل طول اليوم. تمام، يعني سبحان الله يا دكتور، يعني فوائد عظيمه وهائله. دكتور محمد انا بشكرك جدا على الحلقه الممتعه دي، حقيقي استفدنا. مشاهدينا الكرام خلصت حلقتنا بسرعه، احنا لو فضلنا نتكلم 100 سنه مش هنخلص من فوائد التمر، صح كده يا دكتور؟ طبعا. مشاهدينا الكرام شكرا لمتابعه حضراتكم، تابعونا دائما وابدا على شاشه قناه الصحه والجمال، بيت الصحه وبيت الجمال. بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.